أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. تتمة في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. لقينا درس نونزا لدرس كاني شظ العرف بلى أما ألي تواوكريكا لا سبارت بحكم فعل كان لكاتي إسنادي فعل كان بو زميرو يعني زميرة كان هاي إسنادي ها أتيتو بوشوه بو أفعال يكم چند أنا بابت ما مضل يكم حكم الصحيح السالمي أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به نحو كتبت وكتبوا وكتبا. حكمي مثلا بلين فعلي صحيح سالم ما بيقداني دادني باشا اويك هج جونا تغييرك هج شي وتغييرك داخلي صحيح سالم كنا بلكاتي متصل بني زمائر ويني زمائر ده. باشا وكو كتبت وكتبوا وكتبا جيك لو او نبي كما زيك لو دا ساكن دبل ودا مزون دبل ودا مفتوحه إنا تغييراتي شكل لك خدي الصيغة كذا رونادا أما لتنتج نفسه هيك دو باشان وحكم المهموز كحكم السالم إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقة نحو خذ وكل، ومن أمر وسأل في الابتداء نحو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ونحو سل بني إسرائيل، ويجوز الحصف وعدمه إذا سبق بشيء نحو قلت له مر أو أمر، وقلت له سل أو اسأل. حكم مهموزيش وكو حكم تبعة هل فعل سالم وايا بلام إلا أو اندنا بيد فرق كي أودايا كأمر لأخذ وأكلي حصفي الأمر لمانا حصفي همزة كي ليدك لي لأمركي بمطلقي هاي همزة تتوب أمركا حذف ذكري همزي أمرك بمطلقي وكو خذو كل إتر عادة باب الكندان وخذ باب الكندان وخذ همزي دوم كريا بواو إيوانيا بلان ليو كان دا أوناك إلى واقع دا إتر هرقو بيك همزك حذف دبيو قلت لا لمزاركي تأخذو تأكلوا بلان ليو دا حذف دبي إلى واقع دا كحذف ذكري إتر چونك خاءك كعين الفعل أو لقل كافك كعين الفعل شون كمتحرك عملا إما بيوستيما بهمزة وصلك نابلة واقعدة إتحس في همزة وصلك دقينو دبيتها خذ ودبيتها كل زوتر أمانة لبركسة إسمال أو إشام مثلا. ومن أمر ولا مادي أمرش وسأل ولا مادي سألش في الابتداء لابتداء حس في همزة كدكرت لابتداء حس في همزة كدكرت زور بألا بحر دخوينو سأل يسألو بلان هشا غير أو دخلناه هرشن اختلاف في لسنة بلان الله أعلم هر سأل بوجور عن كاري بسر دادت وكو مثلا نحو مروب المعروف عنه المنكر أما حسب ظاهر حديثة باشا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي تبعة أما لسنن ابن ماجد هاتوا باشا مروب المعروف عنه المنكر دستور بشاك بدنو نهي لخلافة بكن أو مرو باشا إيه وانا عمل ابتداء دا كالابتداء كلام ده هاتو حاصيهم ذكا ذكرت ونحو سل بني إسرائيل ها سل عمل قرآن ده هاتو سل بني إسرائيل ها إيه عمل يرد بجي اسأل دخلناتو تي سل باشا أما اللواقع دا بشيكي زور لعرب أم إشادة كان حصفيك دخلناو السل ويجوز الحصف وعدمه إذا سبق بشيء بلان حصف همزة كو باشا عدمي حصف همزة كو درست عفو درست حصف كو وعدم وعدمي حصف إذا سبق بشيء مختي أمدو أنا مسبوق بون بشتي يعني اشتغل في الشانة وكو دلي قلت له مر يتوني بلي قلت له مر أو يا قلت له سل يا قلت له سأل إتلو كاتها دولا يدب السلاة قيدا جاءوا مثلا بالنسبة أموا هل قلنا جاءت هو أمر أهلك بالصلاة
اتمان لما مو زاق سيلي دكتاتو بلان ليرا دا فيشي خستوى لبرو اكا ام قران كاريانا دبيت خلاصي كان حتى لما لدوايشا بيقوتاش يشنبو ايه وكذا تحذف همزة رأى أي عين الفعل من المضارع والأمر كيرى ورى الأصل يرأى نقل حركة الهمزة إلى ما قبل ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعد والأمر محمول على المضارع هل بوشي حذف همزة رأى دكريت يعني عين الفعل كما بسطة لمضارع والأمر دوكو يرى ورى أو رح لوقف داتو چونك وقف لسريك حرفي متحرك ناكريت بتنيا تبعتا دبي هاي سكديني لوقف دا دخينيون را نار را دمينة توبة تانية أص أقل وصل كي دخينيون را أصل غير آية نقل حركة همزة لا ما قبلها نقل حركة همزة كما كلب ما قبلها ككفا في لك كالساكنة ثم حذفت حص في همزة ككرة لالتقاء ساكنة ما بعد لبلا وكا التقاء ساكنة ورد لا ما قبلك قلت لا هندي شو نلتقاء ساكنة جزء دبي حص في همزة كحرتك لكاريبوني مثلا ترينا ترآينا لا صلاة ترآينا مثلا بولمونا إذا أربطة ودا كده اللي رجع هي كده في شو قلبك يبل ولو كاتل القاصة كنا دوز زبد مران أجري هي قلبنا كده واقع قلبك القاصة كنا دوز نبيه ولا سحص في همزة كده كده باشا ولا أمر محمل على المضاري وأمرش حمل بصر المضاري تو اشتكي واضح رونا لا كده آه زور بجيه باشان القرآن إيه جاهر وها تؤها فترى القوم فيها صرعا باشا يا لسورة حزا وترى الناس السكارى وما هم السكارى تقولي باشا وتحسب همزة أرى أي عينه أيضا في جميع تصاريفه نحو أرى يري أري يعني هل أما دي رأى بمجرد وقت النقل كالبر باب إفعال همزي أراك حذف دبت ما بس همزة أرى أي عينه أي عين في لكن نك همزة قطع أي باب يفعلك أنا أي عينه ناخذني أرى أخذني أرى في جميع تسأل التواوي تغييراتك كبس اليد مثلا أرى يري أها أري أو أمرك يأتي توقف في وقف ذكي بهاء السكن الذي خنسي أري أبو الشيوخ وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها كما سيأتي أجر دو همزة كوبنا ولا أول كلمة باش ودو هم ينساكن بو إبدال دكري بمد يعني بألف التي لجنس حركة ما قبلها كي خوي همزة باش هاي ما قبلها ببنو بو ثانية إبدال دكري بمد يعني قلب ذكري بمد بألف التي قلب ذكري بحرف مد نق ألف عفو شو كان مد ذكري واو بياء بألف بحرس شان به قلب ذكري بحرف مدك التي لجنسي حركي ما قبلك لجنسي حركي ما قبلك جنسي حركي ما قبلك كاكما باشا إيه لجنسي حركي ما قبلك باشا ايه ذات شك لجنس حركة ما قبل كي كما سيتي وكله بدوادت مثلا آمنا أأمنا همزة دومكا كساكنة قلب ذكري بحرفك لجنس حركة همزة كي بيش دا كلمة دا فتحية حرفك لجنس فتحته ألفا أؤمن أؤمن همزة قلب ذكري بحرف لجنس حركة همزة بيجدا همزة بيجدا ضمية حركة حرف لجنس أواوا إئمانا همزة كده بيت ياء شونك حرف كلا حركة همزة بيجدا بيك كسرية ياء دبيت إيمانا مثلا أو كما سيأتي وكولو بدوا دادت أو هاد دوا بحسي باب خويه شويني خويه لا واقعدا أو باشان حكم المضاعف الثلاثي ومزيده حكم مضاعف ثلاثي ومضاعف ثلاثي مزيد أو يكم وجوب الإدغام باشا يجب في ماضي الإدغام لماضي كا إدغام درستا نحن مد واستمد ومد واستمد أتمو واضحة لا واقعدا باشا واضحة
إيه حكم مد واستمد لقب مد استمد ده اسم نظر واضحة لرا دا هيج مانع إجل موانع إدغام لأرادانيا ولرا كان دا تلبت واجب إدغام باشا أو مفرد للثلاثي مد أو مفرد للثلاثي مزيد أو مد جمع للثلاثي مزيد استمد جمع للثلاثي مزيد دو وجوب الفكي لأن شنو واجب فكي إدغام بكرة باشا ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك بمرجك تا أو كاتا بوا الضمير مرفوع متحرك متصل به أجا متصل به فيجب الفكو واجب شي فك إدغام باشا نحو مددت والنسوة مددنا واستمددت والنسوة استمددنا أما ليرة دا مددت ضمير رفع متحرك كتاءك أو تاء چونك بجزء اقل فعلك داد اندري اقا ما قبلك ساكن نبي سر اشيشي بو كتوا حرب دوا بدوا يكتبن متحرك لما ددنش دا اولنا كضمير رفع متحرك يعني زميري مرفوع بلان دبي عم زميري كمتحرك بناك زميري رفع ما هي وكو الف واو او انا وشيشي تلاني هل ادغامك داك لبحاري خوي مثلا مد مدا مدو وكو تكشو مدو خاتبو باشا جاء استمدت أو بو ثلاثي مزيدكي والنسوة استمدت أو بو ثلاثي أو استمدت أو بو ثلاثي مزيدكي مفرد مذكر استمدت أو بو ثلاثي مزيد جمع مؤنثكي أما لما ندى إدغام واجبني أو فك إدغام واجب عشان مضى أو بلين أو الثلاثي مزيد أرزي بلاي خون كم فرمي لبيش يجب في ماضي الإدغام اي ثلاثي مضاعف لا ثلاثي لا ثلاثي مجرد لا ثلاثي مزيد او مشخصه باشا اما لما زي كده بلان ام زي لمضارعك لمضارعك ده ويجب في مضارع الادغام ايضا واجب لمضارع خلاصه كلام او ثلاثي مجرد مزيد ده ادغام دوباره وكو يرد يسترد ويردون ويسترد فرقيناك يعني مصدر ذلك وكيك دوباره درستي شفك ادغامك فك ادغامك بكريت ما لم يكن ملزوما بالسكون فيجوز الامراني درست هم فك ادغام بكري وهم ادغام بكري بمرجك ملزوم جزمي بسكون نبيته وكاتا اجا جزمي بسكون فيجوز الامراني حد لك درسته وكو مثلا دخوينوان لم يرد باشا ولم يردد امر لا اصغر جزمي بسكونه باشا لم يسترد لم يستردد اما جزمي بسكونه دي درسته بادغام اخواني درست شفكي ادغامك او كلا لشويني خوي دا واقعا دبي اماني بيننا بمرحله اللي ردا بو مناسبتك باسكلا هنا ونينا وراسي شويني الى اونيه باشا وما لم تتصل به نون النسوه فيجب الفك وبمجيكش كا متصل نبي بمضارع أو نوني جمع مؤنثة وكانت واجب فك إدغام وكو يرددنا ويسترددنا البته ما يغايب كيتي مخاطبة كشي ترددنا ترددناش هل بوشي ودبت أو بخلاف ما إذا كان مزوما بغير سكوني بلان بيتشواني أو كمضارع مزوم ببلان جزمكي بغير سكون بيه يعني مثلا لتصنيع جمع دابية فإنه كغير منزوم وكو غير منزوم وايو خلاص كلام إدغامك تيا واجبة وكو لم يردو لم يستردو حتى لم يردا لم يستردا أو فرق هناك على واقدة يعني تتصنيع بتجمع بها على واقدة يا مفرد مؤنث مخاطب بها البرشوية والأمر كالمضارع المزوم في جميع ذلك أمرش وكو مضارع وايا لتواوي أمانة باشا نحو رد يا زيد وردد واسترد واسترديد باشا إيه رد يا زيد أما أمرا أردد أو أما أمرا بإدغام وحتى أردد جواب فك إدغامه استرد استرديد بإدغام فك إدغام فرق هناك أمرا كذلك مضارع أرددنا استرددنا إيه يعني سود يعني مصيبة كأنه كان ينجم مؤنثة ردوا استردوا تاوليتي أبي أنا وكليرة دا أمره بوشي وأبيش أنا واستردوا هل بوشي ولا أقل إيه ذات شك حكم المثال أمزا مثال
حكمك قد تقدم لو في الباسكلة أنه إما يا أي الفاي أو ويها أو ويها مثال يا أودبت تيبي دلين مثالي يا فعل في لكي يا أدبي يا واودبت وكلو بيش لبعصي مطلتها بصمك فليا أيو أجر مثالك مثال يا أيو يعني فعل في لكي يا أبو لا يحذف منه المضارع شيء حذف ناكره بلا لا يحذف منه في المضارع شيء المضارع تلم نسخ دا من وهاتو يتلوى غلط باشا فليا أيو لا يحذف منه بلى فليا أيو لا يحذف منه في المضارع شيء خلاصة كلام تيبي دلن أجوى في يائي بلا مثال يائيك يعني ما أقل فعل فعلك يا أبو مثال لك لا يحذف منه حذف ناكر لو يائي لمضارع كيدا هشتك لحذف ناكر إلا لفظتين ما قلت ما قلت لفظ حكاهما سيبوهي كسيبوهي برحمة بي باسي كلن وهما أمشتن يسر البعير يسر كوعد يعدو من اليسر كالضرب أي اللين والانقياد ويئس يئس في لغة يرجين يا برا ربودي شو بقول دار أنا برتي مزحمة مع قلبه دود أنا كلمة بك سيبوهي برحمة بنقلي كدوني يجي كان يسر البعير يسير بجي يسير وكو عاد يعيده يعني أصل أول لما تلو الفعدة أجل فعل في لك يا أبو اشتحاز منك ولا أمدو كلمة سيبوه نقل كده نميك وكو وعد يعدو ومن اليسر كالضرب عفو يسر اليسر البعير أو ما زكيتي يسر كوعد يعدو من اليسر كالضرب لا يسر هات وكو ضرب يعني لسر وزني يسر وكو لسر وزني ضرب وكو يسر يسر وكو ضرب وعيا بمعنى سأيلين والانقال يعني نرمي وملكجبون فعشان ويئس يئس في لغة للغتك ده هاتوا يئس يئس بجيء وبخند يتواني يئس 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 للغتك ده هاتوا لواقع داك وحصف ياك كلاو ليرتا أم دوانا نبك جناب السيبوهي برحمة بالنقل كدواء إتر لو بدواء هشتيش كمان لمثالي ولمثالي أيدا حزم نابت أم ذا واوية كيا جيني قاش والواوي تحذف فاؤه من المضارع إذا كان على وزن ينفل بكسر العين بلان مثالي واوي حسب فعل فعل كيدا كليل مضارع دا أجل لسال وزن يفعل بكسر عين الفعل وكذا من الأمر وهاد بوشيوا أجل لأمر بوشنك لأنه فرع بوشنك وكدبيني عمل فرعيتها فرعي مضارعة أيوانيا عمل فرعيتها فرعي مضارعة نحو وعد يعد عد باشا ووزن يزن الزن لو عددها لما زكاه هشتيك دسكارين أكل ولا لا مضارع كده يعد يوعد بوا عد أي مشخصة لتعد رزوة كسرة كتعد بوا وزن أو هيتش لحزن ولا مزه ولا يزن الزن أو دبيني لها دوشان ده حصف وكا كلاوة قصيك زود جوانا وتعالى واضح وأما إذا كان يائيا بلا أقر يائبو وكو ينع يينعو باشا أو كان واويا يا أقر نخي واويبو باشا باشا ينع يعني مثلا عرب دلان ينع الثمر يعني بيجشت بيجشت أو ميوية بيجشت وأجر يائبو وكو ينع يينع ينعو باشا أو كان واويا ينخي واويبو بلان وكان مضارع على وزن يفعل بضمن المضارع كلا سوزن يفعلون ببركو لا سوزن يفعلوا بضمن فوق وجوه يوجوه أو على وزن يفعل بفتحها لسا وزن يفعل بفتحها أن الفعل وكوتي وكوجل يوجل يوجل كالباب شوارا يتر فلا يحذف من شون حذف ناكل منه لمضارع هشتك بلان وصمي أي ياجل ييجل وجل يوجل دو لغتك تيا نقل كلاوة أو ك
لشرح تسريب جدا شرح ما كدوا إن بابتا ألبت شو لغتي تها بلا أم لدى سيهناون اللغتي واليوجلو أو لغتي حجازية كان وإتر أما تبيئة كبلغتي حجازية كان قرآن دابز أما فصحى كان باشا لغتي كمان يا جلو وكل يرد مصنف هنا يوتي قلبي وكذا كذا بألف شو كذا لما قبل كي تشيا مفتوحة حتى الخوي وهو كصحكنا بلان بمشي ويه إيه بلا عملية داشتي كي باجنية شو كذا وقت واو يا كذا بألف كما قبل كان خويا متحرك بنو ما قبل ينسبت باشا مفتوح بالبلاخ ولا دوانية أما برحلة مش لغتي كا هوزي بني قيسة لغتي تشككا هنا بتي يجلوه باشا قلبي وكذا كده بواو قلبي وكذا كده بيا لبر أو يواو يا دلنا قرص باشا ويا قرص أما لغتي بنو تميمة باشا مش كا ضعفوا أو يتدايا إيه اللغتي كمان هي يجلو أما كده ده أنباسينا كده يجلو كما لغتي بنو أصدق الله أعلم يعني يا كما مكسور كان بوي واو كبه بيتا يا بيتا يجلو باشا اوش خلاص الكلام مشتك القياس وقانون دول ولا او او من دلو قد تتعد بس وشذ يدعو ويزع ويذر ويضع ويقع ويلع ويلغ ويهب بفتح عينها أمانة هو لسر وزني يفعلون نينو خلاص الكلام لما ندى وكو دبيني عين الفيل مفتوحة بلان حس في فعل فيلك كلا وكواوا أمانة ده لهم يشاز طاو تلا ما اللي قلتني لا ما شاز وقيل لا شو زبركتو أنا شاز بون لما أنا دانية تونك إذا أصل على وزني يفعلو أما أصل كان وزني يفعلو بكسر أنفه وإنما فتح لي مناسبة حرف الحلقي بلان بويا مفتوح بون لبر وكا أما حرف حلقي أنت داو لبر مناسبة حرف حلقك وحرف على قرصة وكسر قرصة ويوان لحاتو أمجا ليزارو دا أي بو عطو حزب وضلا ويحمي ليزارو على يده وعطف وصر يدعو شو كان معناي يزارو هر معناي يدعو كل يدعو حزب دبي ليزارو جدا حمل حزب دبي كما بيدلان حملي نزير بوصر نزير بلان أم قيله كليل له نايتي باشي كدوا بقي له نايتي شو كان براسي جيغيني قاشا باشا أم شوينة شو كان تفتازاني برحمد بيه نقاشي كي باشي بابتك دكا ويتر او شتيك امان او با آساني وصادة وصاكار باسي لكن او او بصادة لينا قزرت بسم الله الرحمن الرحيم دعاء واما الحسو في يطعو ويصعو فشاذ اتفاقا دسأم يسعو جنابيا قصدك ابن تفتازاني حزب ليطأو لا يصعو دا شازا باتفاق باشا اما هندك تويان اصركان يوسعو يوطئو وخلاصي كلام اما كلاوة او لويدا لقل اودانية تفتازاني برحمد به باشا لقل اودانية والقياس في مضاري ظلو نسيوتي از ماضي ومكسول عيني والقياس في عيني في امي بخوشي ديلا إذ ماضيه ما بو يشعزن شو كان ماضي كان مكسور العين والقياس في عين مضاري الفتح وقياس لأنفي لمضاري كان ده فتحية أيوان يعني أما لبابي تشوار جاء الويداية كجنابي تفتازاني أم بابة دخاء تجير برسيارة إيه بقشتي لي خاء تجير برسيارة قصيك جوانا أما لبابي تشوارنو دي مزارع كان سوزن يفعلوا دي بو حصف دبيت بس دليلك إيوانيا وأما مصدر نحو وعدا ووزن فيجوز فيه الحصف عدمه مصدر ويني وعدا وزني دلست لو دا حصف واو دلستي شا حصف نكرت فتقول وعد يعد عدة ووعدا عدة حصف دكلا وعدا دمينتوا وزن يزن زينة ووزن أو زينة حصف وككلاوة وزنه وحزم نكلاه باشا وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تان في آخره وقت حذف واو كل مصدر
أتو بجيغي دي بجيغي واوك عفو بجيغي واوك هكي بنوبو واوك تيك ديني لآخري مسترك وهكذا بيبو مسر آخره يعني وتي حسبي واوك إلا مسر فقربوي واوك تيك ديني لآخري مسترك كما رأيتوك ديت زينة عدة. وقد تحذف شذوذا برام لقل أوجدا هندي جار أو واو عفو كحذف دبيت بلا لم مصدر كيدا أو وكاتي كحذف دبيت إتر تائق بأي وزيدة تائق حذف دبيت جاري أما بشاص حذف دبيت وكو شاعر دلتي كقوله أم شعر نسبة يندا أبو فضلي كوري عباسي كوري عتبي كوري أبو لهب كدلا إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك إلى الأمر الذي وعدوا باشا وعدوا ليرا كندا خليط يعني أو كسك لقلت تيكلا معاشرته تيكلا تيكلا لقلت أجدوا يعني كرديان بتازا تازان كده مثلا فنجرد يعني دور كوتنوا باشا أما اللي ردا وأخلفوك عيد الأمر الذي وعدوا عيد الأمر الذي وعدوا باشا أوجه بويا أو نسخانة زوريا ششاني أو من نسخكم أوليك كري وكل درسي كاباسم كير مؤسسة الرسالة ناشر من بيمواب أو مؤسسة الرسالة ناشرون مؤسسة الرسالة باشترا بران أما ومزاني اشتيكي باشا بران پر پر لغلط يتش لو شوانانا أو شوانيكا هو أخلفوكا عيد الأمري عيدي بعن نسيوا جاملو كاتي تماشم خدايا كابراد دلي أو تاءك بعوز لو حسيوا وكده لما سردا حسب دبي كم استري لين يا ابو خاتي حتى قرا ومكتب ايش كذا وشركه في ذاك بله شاعر دلي خوشويستكان اجد البين يعني دوري وكوتش وامانه تازه دكنواني وفنجردو يتر امزه دور دكنواني واخلفوك عند الامر الذي وعدوا يتر تجي اخوان دخن أوشتيك و بلينيان بيدابو كوا بردوام وصلوا ألفة محبة لبين دابي تبجوه دخلنا قدر كوتنو تازة شي تاو أو معنى شعرك شعرك كما ستيا عيدية كما وأخلفوك تقول لي أما عيدتي لا صلى بلان لركان داتيا وكو دبيني حصفي تاكا كلاوة بلان امت ياما شاذة لواقيدا وشذ حصف الفاء في نحوي رقة للفضة وحشة بالمهملة للأرض المحشة وجهة للمكان المتجه إليه لانتفاء المصرية عنها شاذة حصف فاء لبين رقة كبوت يابو فضة من بو بوزيو أني أصلا كي ورقية دوايا حربوشي ولا حش لا دوبارة لا حشدة حصفي يعني بالمهملة يعني بحاء نقبخاء بعد زي ذلك كارزة كمو حجبة يعني شوينك ترسناك وجورك به أما كش حصفي فعل فلك كراش شازة أمجا وجهة للمكان المتجه إليه جهتيش كبو مكان إذا قلت لك وخلاصة كلام متجه إليها كرويت يدك يبو أشونا إنسان دتسيد أو لواقع دا حسف كلاو لويج دا دخلين وجهة البول انتفاع المصرية عنها تقوليتي لبر نبوني مصرية لا معنى لبر نبوني مصرية لا معنى تقوليتي إيه زور شاكا جاء البتل القرآن جدائما آياتك من هي لسورة بقرة ولكل وجهة هو موليها بوابتا
يعني بمشي وبيت كوات جمع لبيني عوض معزو عن هاك لابد أجر ما بس بيا مصدر بيا وشازة أجر ما بس بيا اسمي مصدر بيا كأويا أو إتر ششيت لاني كعادة ويسر مصدر نيو تشابلكو اسمي مصدر اللي تنتجنسيه ناوي أو شوينيه كرويت يدك النقرو تيكرنك هو زور باشا ما حتى هون بص ما زور الله زن لهو ولا دسرو بينجي دي بسين بو من تاونا بي ان شاء الله درشي بيدن لدرسي لها تودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.